سمو الديوم الشرقية لا يقل ضجيجا عن وجه أرضها، فتحليق هذه الطائرات ليس لمراقبة المنطقة التي وبحسب كثيرين تاريخيا أقرب لليسار منها إلى اليمين. هو دي فيليا في الدهم، يعني بدليل أنه المسألة دي ما يعني هم صح تقول خدمية واتحاديين كانوا، بمعنى أن الدائرة دي من بدري كانت اتحادية يعني، إلا أنه في الانشقاق بتاع الاتحاديين وبداية عمل الإسلاميين الدائرة زي شكلها أخذ طبع شوي. فالديوم الشرقية تتوسط العاصمة السودانية الخرطوم، وقد يكون ما سبق مدعاة لمعرفة المنطقة عن قرب. فالديوم جمع لديم، تعددت أسماؤه من ديم التعايشة مرورا بالجوامعة إلى ديم سلمان، لكنها أسماء وفقا لأهالي المنطقة لم تكن يوما مخصصة لقبيلة معينة رغم حملها لأسماء قبائل. فالمنطقة تسكنها قبائل متعددة من داخل السودان فضلا عن جواره، ما جمع هؤلاء أكثر مما يفرقهم، فهم انتقلوا بذات التركيبة السكانية من الديوم القديمة إلى الجديدة. نشأت في الديوم القديمة اللي هي كانت شمال مقابر فاروق الحالية، ونحن الحين جنوب فاروق. سكان الديوم كان متقسم لأحياء كما مبين في الكتاب أخرجه كتبه شقيقي سعد محمد أحمد، بروفيسور سعد محمد أحمد سليمان، بوضع فوقه حتى بالخرط الأحياء، يعني بتلقى الأحياء ديم التعايشة، ديم الجوامع، ديم باسماء القبائل، لكن ما معناته أنه كان بس ده للقبيلة، هو كان بداية لكن بعد ذاك اختلطت. في الديوم الجديدة الحين اللي هي بعد 50 سنة 50 بتيجي تلقى الأحياء بنفس الأسماء، يعني ديم التعايشة نحن حس الديم الفوق ده اسمه ديم التعايشة، لكن فوقه شاقية وفوق مختلف الجنسيات السودانية، لكن اكتسب الاسم القديم اللي هو من بدأ لهم. وعند مدخل ديم التعايشة تستر انتباهك هذه البنية الشاهقة، فلها قصة عند قدماء المنطقة، فهي أول بنية من نوعها تتوسط هذه المساكن الشعبية. البنية حينها فجرت مشكلة لصاحبها حين أبلغته السلطات أن من شأنها زيادة أسعار المنطقة، لكن صاحب البناية مثل نموذجا للتعايش في الديوم الشرقية. المعايشة في هذا المكان معايشة جميلة جدا. أنت من ضمن الحاجات اللي أنا ما أنساها أنه في المناسبات الأفراح والأعياد تستغرب إذا عرفت مثلا أن العيد بتاع الفطر المبارك أنا بطلع من بيتنا بدري وأعيد على ما لا يقل عن 200 بيت، باجي في الآخر ما أعرفش أنا دخلت فين وطلعت من فين، أخش البيت من الحتة بتاعت الرجالة وصمم علي أطلع من الحتة بتاعت الستات عشان أسلم على الحجة وعلى الستات الموجودين وأعيد عليهم وأعيد على الناس اللي في الشارع، وبختار الوقت المناسب اللي فيه الناس كلهم يكونوا عندهم يعني كثافة بتاعت حضور. الديوم لم تكن جاذبة للطوائف الدينية، فالسياسيون من دول الجوار دخلوا إليها من أوسع أبوابها، فهذا المنزل سكنه الرئيس الأريتري الحالي سياسا فورغي، ويروي السكان أن ساحة المنزل امتلأت بالأريتريين لحظة إعلان استقلال أريتريا من داخل السودان، وأن فورغي خاطبهم من سطح هذا المنزل الذي تقطنه حاليا أسرة أريترية بابها يطرق إلحاحا عن المزيد. مزيد لم يدفع الأب فيليب ثاوث فرج للقاء فورغي حين إقامته بالديوم. بعرف انه كان ساكن في الديم لكن ما التقينا مع بعض طبعا، يعني هو طبعا الناس السياسيين دول لما بيكونوا ناس خطرين برضه، ما بيتكلموش ما بيوروش نفسهم، وفجاه كده نبص نلاقي زول ده نط بقى على اكبر حته هو كان قاعد معانا يعني عايش معانا وكده. فالسحنات المختلفه لا شيء بينها سوى العفويه، واستطاعوا ان يخلقوا جو من التعايش قل ما يوجد في منطقه تعج بهكذا انواع من الجنس البشري. ديوم جاءت بأخلاقيات من الديوم القديمة، يعني الناس كانوا عفيين، ناس متصلين، أجناس مختلفة، أجناس متداخلة، ما في واحد كان بيقول ده شنو ولا عزبه شنو ولا قبيلته شنو ولا كده. المسألة كانت مسألة متداخلة، يعني أكثر حتة تمثل الوحدة الوطنية في السودان الآن ولا زال الديوم، بالرغم من أنه دخلته أجناس كثيرة من الديوم القديمة، الأخوان اليمانية، الناس حضرموت، قبائل الفلاتة بأنواع، الحبش والإريتريين بأنواعهم، إلا أنهم استطاعوا أن يتعايشوا. يعني هذه المسألة الجميلة جدا جدا في الديوم، أنه الناس يتعايشوا
من هناك ومن جينا هنا. وللمفارقة بين الديوم وأحيان أخرى، فضل سفير السودان السابق بواشنطن خضر هارون أحد سكان المنطقة الشعر لغة في حديثه للشروق، قائلا إن من قرر سائل في الذكرى والحنين ستشده المفارقة بالعودة إلى دياره التي هجرها. وذكرت في الكتاب أنه إسماعيل الحسن ذكر المفارقة بين الديوم والامتداد في قصيدة مشهورة بيقول فيها: شارع زلط بين الديوم والامتداد، شارع زلط للعين ببين لكنه في الحق ما هو شارع، دي آلاف السنين. الآن يتحدث عن أنه ليلة المطر في العمارات يعني بيجيب ريحة كذا واللحم السمين، وبيقول ليلة المطر في الديوم شن العجب ما موية ما سطلها طين، حتى الأسامي بتختلف، ناس سوسو والعجب العجاب ناسها لسا مين اليقين. فكانت فعلا مفارقة كبيرة جدا بين حي راقي جدا يسكنوه علية القوم يعني في الخرطوم، وبين حي يعتبر من الأحياء الشعبية جدا يعني فيها ما يمكن نسميه يعني بألفاظ اليسار في ذلك الوقت، يعني منطقة من مناطق الطبقة العاملة يعني في الديوم. لكن حصل انصهار ونشأت أجيال جديدة هي أجيالكم، تقريبا لا تلقي بالا كثيرا إلى المواطن الأصلية وتعتبر الديم وطن بالنسبة لها. وأنا عرفت أن حتى كثيرين الذين تنقلوا إلى الأحياء توصف بأنها راقية يفكرون في العودة مرة أخرى. ومن معالم الديوم الشرقية التي لا تخطئها العين مسجد طيفور الذي يعج في فترة المساء بحلقات الذكر والتلاوة التي ذكروا لنا أنها افتقدت لشيخهم عبد المجيد الذي منعته كبر سنه من الحضور إلى المسجد الذي لا يبعد كثيرا عن منزله. ورأينا أن نسجل زيارة لشيخ عبد المجيد الذي نهل الكثيرون من علمه، لكن الذاكرة لم تسعف أن يتذكر ولو قليلا من طلابه إلا بمساعدة الحاضرين. الحميد يوسف عبد الحي يوسف عبد الحي يوسف هو عبد الحي ده كان لسه طلبة كمال العبيد، اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين واحد اسمه عبد الحي من الحجيلات كويس جدا جدا، وحسن اللهم صل على سيدنا محمد. هاشم هارون ونوه شيخ عبد المجيد أن القرآن يحوي علوما مختلفة تحتاج لخبراء متخصصين للتنقيب فيه، غير أن تقدم السن لم يمنعه من الاطلاع والقراءة. حتى عندي مثال بقول لهم يخون القرآن ده زي المنجم فيه قصير وفوق الألمونيوم وفوق الذهب وفوق اليورانيوم وفوق الحاجة دي كلها، دار الناس يطلعوا حاجات يطلعوها برا، دار ما يطلعوها إلا ذو الخبير. أنا معلوماتي في المدرسة الحديثة سنة رابعة كتاب تاني بدأت تلقيت، لكن حسن دراسة القرآن يا أخي حسن. اللي أنا سمعت في جريدة مرة قالوا في السعودية ولا كده حافظ ثلاثة روايات وثلاثة مصاحف، صفح حفص وعمر بن الدوري وبول بورج مرة صامح حفظ أمصم حس إحنا جزء عامة ما حفظنا. حي الديوم الشرقية من أعرق الأحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم، سكنه فنانون وسياسيون، أتينا لسبر أغواره لكن زيارة واحدة لا تكفي. أسامة إبراهيم، الشروق، الخرطوم.